عفارم عليك يا واد يا مرسي، ده انت لفتهم يا ولا وحطيتهم في جيبك كمان. ده انا عاجبك قوي يا ست الكل، ده ما عرفوش ياخدوا مني لا حق ولا باطل. بيني وبينك الخبطه كانت جامده قوي، سيحت نفخه. ما انت خدت بضاعه بمئات الالوف. لا 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 لا، ده هتنبر لنا في اللقمه ولا ايه؟ هلا مالك اخويا، حقك محفوظ. صح اخويا، احنا الناس دغري ما ناكلش حق حد ابدا. هتاخد حقك ناشف ولا بضاعه؟ لا انا ليش في البضاعه، انا ليا في الناشف. بقول لك يا ولا، هي في مخازن تانية؟ انت مش كنت قلت لي ورده؟ انا نكن شويه. لا احنا نكن على الاخر من ناحيه المخازن. دلوقتي زودوا الحراسه والسلاح 3 أضعاف الاول. يعني عشان تخش تسرق مخزن لازم الاول تدخله في حرب. وماله يا عم، ما نخش معاهم حرب. انا مالك عم سالم، على مالك اخويا، حرب ايه اللي عايز تخشها؟ انت فاكر البوليس هيسكت يعني؟ عشان تخش حرب زي اللي انت بتقول عليها دي يلزمك على الاقل 30 40 راجل، ولازم يبقوا مسلحين كانهم في الجيش. انا بقول كفايه كده. لا مش كفايه كده، وهي حرب فعلا، يا احنا يا هم في السوق. وانا معاك يا ورده يا اختي في اي حاجه. الله 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 الله، انا شايف ان احنا كبرنا قوي، ما بقاش حد مالي عنينا. قال لكم ايه، احنا مش هيودينا في دايه غير النعره الكتابه اللي بقيتوا فيها دي. امال احرق قلبهم ازاي؟ جرايه هريدي، انت نسيتوا اللي عملوه فينا ولا ايه؟ ما نسيتش، ما نسيتش يا ورده، بس نهدى شويه. خلاص خطط انت بقى وشوفنا قشطهم ازاي. شوف انت عايزه العمليه تبقى امتى؟ براحتك قوي يا سهريدي، يعني هم هيبطلوا شغل في الصنف.